الإسلام دين عقائدي. إن الإسلام دين عقائدي يكون الهدف منه تصعيد المستوى الانقيادي للإنسان أكثر من ترفيع المستوى الاجتماعي له، ويعمل لإرضاء الله أكثر مما يعمل لإسعاد الإنسان، وهو محاولة لتحقيق القيم المعنوية أكثر مما هو محاولة لتحقيق القيم المادية. ومثل هذا الدين لا تقدر مكاسبه بحجم الإنجازات المادية التي تربحها، وإنما تقدر بأصالة العبودية التي تعمقها. فلا بد أن تكون أساليبه نابعة من صميمه لتكون أوفر وأقدر على تحقيق أهدافه المثلى، لا أن تكون مستوردة متطفلة تعرقل سيره وعطاءه.